استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وقد تناول اللقاء العديد من المواضيع من بينها ملف الهجرة غير النظامية. وقد أوضح رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن تونس تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور، بل أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية، وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني، وهو أمر لا يمكن القبول به، فالدولة وحدها تحتكر التشريع وتحتكر تنفيذه، وهذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء وفق ما ورد بنص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الدولة للمسؤولة الإيطالية والوفد المرافق لها أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية، ودعا في المقابل إلى حل مشترك في إطار قمة تضم كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط. كما تناول اللقاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث جدد رئيس الدولة رفضه لأي إملاءات، لافتا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يشخص المرض، ويقدم أدوية لا ترجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء، بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء حسب نص البلاغ. من جهتها أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية متابعتها مساعي تونس لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية. سنواصل دعمنا لتونس ولشعبها من خلال عقد مؤتمر دولي في القريب العاجل بالعاصمة الإيطالية روما لمعالجة هذه الظاهرة، أي الهجرة غير النظامية، من خلال مقاربة غير تقليدية، وستكون فرصة لتقريب وجهات النظر بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي عليه الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادية والاجتماعية بتونس. وأكدت ميلوني على التعاون التونسي الإيطالي الذي يعود لعقود، تعاون سيتعزز خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس على حد تعبيرها. المرحلة الحالية هي مرحلة صعوبات تمر بها تونس وكذلك بقية دول العالم، لذلك نحن ندفع لدعم تونس بمستوى 360 درجة من خلال فتح خط تمويلات لمعاضدة الجهود التونسية لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. هناك 700 مليون يورو سيتم ضخها لتونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية. وكانت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان قد استقبل صباح اليوم بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أدت زيارة صداقة وعمل إلى تونس بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد.